تواصل الولايات المتحدة حربها للحد من تطبيقات شركات التكنولوجيا الصينية. يتصدر تلك القائمة تطبيق تيك توك الذي شهد تصعيدا حادا من قبل الإدارة الأمريكية في الأسابيع الماضية. الحرب التي تشنها واشنطن ضد التطبيق جاءت تحت مزاعم أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي. بدوره يدافع الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشو لتجنب فرض حظر أمريكي أو بيع قسري، كما يخطط الإخبار لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي في شهادته غدا بأن تطبيق شركته يعمل على حماية المستخدمين الشباب أكثر من منصات التواصل الاجتماعي المنافسة. كما يخطط أيضا للتوضيح أن تيك توك رصدت خطة بقيمة 1.5 مليار دولار لحماية المستخدمين في أمريكا من خلال حفظ بيانات المواطنين الأمريكيين في الخوادم المحلية المملوكة لشركة أوراكل كورب، والتي تسمح بتعديل الإعلانات التي تقترحها تيك توك للمستخدمين. يبدو أن رقعة الحرب تجاه تطبيق تيك توك تتسع في دول أخرى، حيث تعتزم الحكومة الألمانية مطالبة المؤسسات الحكومية حظر تيك توك. كذلك منعت الحكومة البريطانية الوزراء وموظفي الخدمة المدنية بتحميل التطبيق على أجهزة رسمية وسط مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات حساسة. ينضم إلينا من دبي المهندس عاصم جلال، استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في جي أن كي. أهلا بك باش مهندس، كل عام وانت بخير أول شيء، أحسن ما أنساها بعدين. بداية، ما هي حقيقة المزاعم التي تشنها الولايات المتحدة على هذا التطبيق؟ شكرا على الاستضافة، وكل سنة وحضرتك طيبة والمشاهدين. أعتقد طبعا أن احنا كلنا عارفين أن كل وسائل، كل شبكات التواصل الاجتماعي تجمع بيانات معينة عن المستخدمين برضاهم كجزء من الاستخدام بتاع وسائل التواصل الاجتماعي من صور ومن أخبار وغيرها. وهذه الكم من المعلومات قد يشكل ثروة من المعلومات في حالة لو ان في نظام منافس او غيره في الوصول ل يعني اخبار واتجاهات في السياسة وغيرها. وطبعا احنا شفنا استخدام التكنولوجيا في السياسة قبل ذلك حتى بين الحلفاء، لما نظام اوباما كان بيتجسس على ميركل، لما اتهم الروس بالتأثير على انتخاب ترامب وغيره. فطبعا بكم المعلومات دي في ايد الصينيين، فالولايات المتحده متخوفه من ان يكون المعلومات دي فيها خطر عليها. طب بالنسبه للبيانات نفسها وطريقه جمع هذه البيانات، يعني هل تندرج هذه البيانات ضمن البيانات الضخمه؟ ويعني حتى شركه قالت بان شركه اوراكل هي التي تقوم بجمع البيانات وحفظها، في هذه الحاله الا تؤمن او الا تضمن شيء بالنسبه للولايات المتحده، حتى يعني انه الشركه، المناصب الحكوميه او المؤسسات الحكوميه في عده دول مثل بريطانيا منعت استخدام تيك توك، يعني هذا الموضوع بخوفنا ولا لا؟ أعتقد أن سؤالك فيه قسمين، صح. هل الخوف مشروع أو هل هو منطقي؟ والجزء الثاني طيب، أولا اتجاه أوروبا يعني تتبع أمريكا في خطواتها، ده احنا شفناه في هواوي قبل كده، وشفناه في عدد من الخطوات اللي كل ما يشمل الأمن القومي كلها في نفس الاتجاه. خليني أجاوب على الجزء الأولاني من السؤال، هل تيك توك يختلف عن فيسبوك أو يختلف عن سناب شات أو يختلف عن إنستغرام؟ لا يختلف عنهم البتة، بل مستخدمي فيسبوك على سبيل المثال 3 أضعاف مستخدمي تيك توك، ولكن كل هذه وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مملوكة لأمريكا، وتيك توك مملوك للصين حصريا، أو يعني لمستثمر صيني. طيب ذكرت تطبيقات الأخرى، تطبيق فيسبوك اللي هو متى، لأنه فيسبوك إنستغرام وواتساب كمان، ألا يشكل أي نوع من الخطورة بالنسبة للبيانات؟ يعني كلنا تقريبا بنستعمل، أو أنا على الأقل كل اللي أنا بعرفهم بيستعملوا واتساب، كل اللي أنا بعرفهم عندهم صفحة على الفيسبوك، معظم اللي بعرفهم عندهم إنستغرام. في هذه الحالة أليس هذا خطرا أيضا؟ أستاذة مايا، الحكومة الأمريكية بتتهم شركة تيك توك أن الحكومة الصينية عندها الحق
باطلاع على البيانات بتاعت الشركات الصينية، وبالتالي شركة تيك توك بترد عليهم ان خادمات الملفات موجودة في الولايات المتحدة ولا مجال للحكومة الصينية الوصول لها. ولكن القانون الأمريكي الذي صدر في عهد بوش الابن باتريوت أكت بيتيح للحكومة الأمريكية الولوج على أي مصادر معلومات بما يخدم الأمن القومي، وبالتالي طبعا ما يمكن للصينيين فعله يمكن للأمريكان فعله بمنتهى السهولة بكل بيانات. شكرا جزيلا لك المهندس عاصم جلال استشاري